بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم إن شاء الله سوف نتناول درس أو محور حول ماذا؟ المعالم. المعالم الأولاد توجد هناك ثلاث قوانين. القانون الأول نبدأ وشنو هو؟ مثال يكون عندي A إحداثية تاعها XA و YA. إكس أ واش معناتها؟ معناتها فاصلة أ، و إيكغريك أ معناتها ترتيبة أ. كذلك عندي نقطة بي إحداثية تاعها إكس بي صحيح و إيكغريك بي. نهضر على الحالة العامة. أول قانون الأولاد شنو هو؟ كيقول لي أحسب والله حساب مركبتي شعاع. مثال الأولاد راح نحسب مركبات شعاع A B، راح نحسب مركبتي شعاع A B. القانون هنا واش يقول الأولاد؟ أنه ندير فاصلة النهاية ناقص فاصلة البداية، وترتيب النهاية ناقص ترتيب البداية. واش معناتها؟ A B وراح النهاية، ها هذه النهاية، معناتها ندير فاصلة النهاية X B ناقص فاصلة البداية اللي هي إكس أ، واضح هذه؟ ثم ترتيبة النهاية إيكغريك بي ناقص ترتيبة البداية اللي هي إيكغريك أ. إن هذا هو أول قانون نعرفوه في المعالم، كيفاش نحسب مركبتي شعاع. نديرو مثال، هاك معليش، نديرو مثال. إذا واش عندي الأولاد؟ عندي النقطة أ إحداثية تاعها مثال 2 و3، وعندي النقطة ب إحداثية تاعها ناقص 2 و5. واش يقول لي السؤال؟ صحيح، أحسب مركبتي الشعاع A B. هاي نكتبو مركبات الشعاع A B الأولاد. واش ندير؟ نجي هنايا ونطبق القانون تاعي فقط. واش يقول القانون؟ لازم اول حاجه نروح نشوف الاولاد، وين راح البدايه وين راح النهايه. ها هذه النهايه تاع هي بي، معناتها ندير فاصله النهايه ناقص فاصله البدايه. اذا فاصله النهايه هي ناقص 2، واضح هذه؟ ناقص فاصله البدايه هي 2. ثاني ثم المركبه الثانيه واش راح ندير؟ ترتيبة النهايه اللي هي 5 ونقص منها ترتيبة البداية اللي هي 3. إذا مركبات الشعاع AB واش راح نلقاهم الأولاد؟ ناقص 2 واش تعطيني؟ ناقص 4. 5 ناقص 3 تساوي 2 بكل بساطة. إذا مركبات الشعاع AB هما ناقص 4 و 2، هذه اللي نسميها المركبة الأولى وهذه نسميها المركبة الثانية. تمام؟ نزيدو مثال، شوف احسب والله لتكن A، والله نغير، شوف لتكن E إحداثية تاعها 0 وناقص 1، و B والله نديرو H إحداثية تاعها 3 وناقص 4. واش يقول لي السؤال؟ احسب مركبتي الشعاع مثال H E. إذا واش راح ندير الأولاد؟ H E ماذا تساوي؟ عفوا، منديرش شنو تساوي؟ حذاري، منديرش شنو تساوي. هنايا الأولاد مش معناتها دايما تروحوا ديروا هذه ناقص هذه، روحوا شوفوا سع الشعاع تاعكم، وين هي البداية وين هي النهاية؟ ها النهاية هي E، إذا ندير فاصلة، عفوا E، ها فاصلة النهاية ناقص فاصلة البداية اللي هي 3، ثم ترتيب النهاية اللي هو ناقص 1 ناقص ترتيب البداية اللي هي ناقص 4. إذا ناقص كون بين قوسين، ما نقدرش ندير زوج إشارات بدل بعضها. فاهمين؟ إذا أش أو واش راح تعطينا كمركبات؟ المركبة الأولى شنو هي؟ 0 ناقص 3 تساوي ناقص 3، ناقص 1 ناقص ناقص 4.
اذا واش تولي لي؟ تولي لي ناقص واحد، وهذه الناقص والناقص يوليو زايد، اذا ناقص واحد زايد اربعة شحال؟ اللي هي ثلاثة. واضح هذي؟ هذا ما كان. اذا تعرفنا على اول قانون الولاد كيفاش نحسب مركبتي شعاع. نروحو لثاني درس، شنو هو؟ ثاني درس واش يقول؟ هاي شكون اللي ذكرناه؟ اذا الدرس الاول حساب مركبتي شعاع، الدرس الثاني حساب احداثيتي منتصف قطعة. حساب احداثيتي منتصف قطعة. مثال عندي انايا النقطة ا احداثية تاعها قلنا اكس ا وايكغيك ا، والنقطة ب احداثية تاعها اكس بي وايكغيك بي. سامين؟ اذا واش قال لي السؤال؟ كيفاش راح نحسب احداثيات مثال النقطة ان؟ ان واش بها؟ ان راهي منتصف، راهو يبان لكم اللون البنات، ان راهي منتصف ماذا؟ منتصف القطعة ا ب. نقول الاسود احسن. ان منتصف القطعة ا ب. احداثيات ان شنو هما؟ احداثيات ام كيما هذي قلنا لها اكس ا ايكغيك ا. اذا في الام واش نقول؟ صحيح نقول اكس ام وايكغيك ام. معناتها البنات واش رايح ندير؟ رايح نحسب اكس ام ونحسب ايكغيك ام. هذا هو الدرس الثاني، كيفاش نحسب احداثيات منتصف قطعة. واش يقول القانون البنات؟ ها شكون اللي ذكرنا؟ منتصف، ها من كلمة تاع منتصف تعرفوها، معناتها راح نقسم على اثنين. إذا واش ندير؟ ندير الفاصلة، فاصلة أ زائد فاصلة ب ونقسمها على اثنين باختصار. إذا الفاصلة تاع أ واش تساوي؟ الفاصلة تاع أ زائد فاصلة ب ونقسمها على اثنين. نفس الشيء بالنسبة للترتيبة، إذا ندير ترتيبة تاع أ زائد ترتيبة تاع ب ونقسمها كذلك على اثنين. واضح هذه أم لا؟ هذه هي قانون كيفاش نحسب به احداثيات منتصف قطعة. نديرو مثال، معليش ها مثال واش عندي؟ عندي نقطة ا احداثية تاعها مثال اثنين وصفر، وعندي البي احداثية تاعها مثال اربعة وناقص اثنان. واش يقول السؤال؟ احسب احداثيات النقطة، مش دايما تكون ان الولادة، على حسب مثال نخيرو او. احسب احداثيات النقطة او منتصف القطعة ا ب. وحالك قال لي منتصف القطعة ا ب. الحق واش ندير الولاد؟ شنو هما الاحداثية تاعها؟ هنا خي حطينا اكس ام و ايكغيك ام. اذا نضع الاحداثية تاعها شنو هما؟ صحيح هما اكس او و ايكغيك او. ونجي هنايا البنات نحسب احداثيات اكس او و ايكغيك او. هاي طبقوا القانون تاعنا واش يقول؟ قانون ساهل خلاص. الفاصلة زي الفاصلة ونكسر على اثنين. وراك الفاصلة ها اثنين زائد الفاصلة تاع بي أربعة، واش نديرها؟ نقسمها على اثنين. اثنين زائد أربعة تعطيني ستة، ستة على اثنين كم تساوي؟ ثلاثة. نزيد نروحو للترتيبة، واش ندير؟ الترتيبة زائد الترتيبة، معناتها صفر ونزيدو لها ماذا؟ ناقص اثنين. صفر ونزيدو لها ناقص اثنين ونقسم على اثنين. صفر زائد ناقص اثنين واش تعطينا؟ ناقص اثنان. على ماذا؟ على اثنان. ناقص اثنان على اثنان واش تعطينا؟ ناقص واحد. اذا احداثيات النقطة دي ولا النقطة عفوا او باسمية او، احداثيات النقطة او شنو هما؟ ثلاثة و ناقص واحد. احداثيات نكتبو مركبة بمثل بعضها. سامين؟ واضحة هذه؟
ساهله خاصه الاولاد. اذا ندير فاصله زائد فاصله مقسم على 2، والترتيبه ندير ترتيبه زائد ترتيبه مقسم على 2. هذا هو القانون، هذا القانون الاول نحسبوا به مركبات شعاع، وهذا القانون الثاني واش نحسب به احداثيات منتصف قطعه. واضح هذه؟ اذا واش مازال لي الاولاد؟ مازال لي احداثيات وحساب طول. حساب طول الدرس اللي بعده، حساب الطول، حساب الطول. مثال ابي، نزلوا مثال ابي. شنو هو الاولاد؟ نفس الشيء. ا احداثيات تاعها شنو هما؟ اكس ا و ايكغيك ا. و بي احداثيات تاعها شنو هما؟ اكس بي و ايكغيك بي. فاهمين؟ ها دايما الاولاد نزيدها ا اكس ا راهم ا وهاي ا. دوكا نروحو للقانون الثالث شنو غيقول؟ شنو هو الاولاد؟ ما تخلعو منه ما والو، ساهل خلاص القانون. ا بي ماذا تساوي؟ واش رايك ندير؟ شاف ندير جذر كبير. اها ندير جذر كبير، ومن بعد شاف نفتح قوس ناقص مربع، وهذه نعاود نكتبها. اها فاهمين؟ ومن بعد هذا هنا كيفاش نعمرها؟ واش رايح ندير؟ كيما خدمنا هنا الاولاد، شفتوا مركبة الشعاع؟ نفس نعاود نحطهم هنا فقط. إذا فاصلة النهاية ناقص فاصلة البداية، وترتيبة النهاية ناقص ترتيبة البداية. هذا هو القانون تاعي. كيفاش نحسب الطول؟ شاف نديرو مثال، معليش نديرو مثال. مثال واش عندي؟ هادو الولاد الهضرة اللي نهضرو فيها الكل رانا نخدمو فيها على معلم متعامد ومتجانس. واضح هذا؟ أه والشرطة لازم يكون المعلم تاعي متعامد ومتجانس. إذا أ إحداثيات تاعها مثال واحد ثلاثة، ب إحداثيات تاعها ناقص اثنان وخمسة. واش يقول لي في السؤال؟ حساب الطول أ ب. شافوا الناس راح نطبق في قانونها، تبوا معايا. شاف أول حاجة واش ندير؟ نكتب أ ب تساوي. شاف ندير جذر، كيما قلنا قبيل باش نزيدو نحفظو القانون، ها افتح قوس بيناتهم ناقص مربع زائد عاود نفس الخدمة مربع. ها ومن بعد الولاد واش راح يصرا؟ أ ب تساوي أ ب تساوي. شفتو الجذر هذا الكبير راح يولي صغار، يولي هاك، ومن بعد يولي صغار خلاص يبقى واحد برك. دوك نشوف هنا واش قلنا نديرو؟ فاصلة النهاية ناقص فاصلة البداية، وراح فاصلة النهاية ها ناقص 2 ناقص فاصلة البداية اللي هي واحد. نزيدو نجيو هنايا نهاية ترتيبة النهاية وشنو هي؟ خمسة ناقص ترتيبة البداية اللي هي ثلاثة. ومن بعد الولاد واش راح ندير؟ راح نحسب فقط ناقص 2 ناقص 1 شحال؟ هي ناقص 3. واش ندير لها؟ أربعها. ناقص 3 مربع شحال تساوي؟ تساوي 9 وليس ناقص 9. لماذا؟ لأن التربيع أي حاجة كان عندها سالب كان عندي الأقواس كربع تعطيني موجب، أي حاجة ربعها تولي موجب. إذا ناقص 3 مربع تساوي 9 ونكتبوها هنا. نزيدو نجيو هنايا 5 ناقص 3 شحال؟ 2. 2 مربع كم؟ 4. شفتوا الولاد؟ هاو صغار الجذر. ومن بعد نزيدو نصغروه 9 زائد 4 شحال؟ 13. جذر 13 الولاد كي نحسبوه بالآلة حاسبة يخرج لي بالفاصلة، قيمة غير مضبوطة. إذا معناتها من الأحسن أني نخليه على شكل جذر. ها سنتيمتر، الأحسن الوحدة دائما يعطيني سنتيمتر. ها نحسب الطول. واضح هذه؟ هذا مكان الولاد. إذا واش عرفنا الولاد لحد الآن؟ عرفنا قانون كيفاش نحسب مركبتي شعاع، وعرفت كيفاش نحسب إحداثيتي منتصف قطعة، وعرفنا كيفاش نحسبو طول الطول مثال أبي ولا أي طول. واضح هذه؟ تمين؟ ما تنساوش الولاد ديرو لنا اشتراك القناة، لأنه مازالو جايين فيديوهات إن شاء الله. هاي بالتوفيق.